مشاهدينا، وللوقوف أكثر على ملف تدهور الأوضاع في محافظة نينوى ومنع النازحين من العودة إلى مناطقهم، ينضم إلينا عبر الهاتف من فيينا أمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان في النمسا الأستاذ ضياء الشمري. مساء الخير. مساء الخير وأهلا وسهلا. لجنة الهجرة البرلمانية تقول أن الجهات الحكومية لم تتخذ خطوات جادة لإعادة النازحين إلى مناطقهم، ما الأسباب الحقيقية وراء تجاهل السلطات لهذا الملف الخطير الذي يعني استمر على حاله لسنوات؟ الأمر طبيعي لأنه هنالك نزعة طائفية عند هذه الحكومة الموجودة بعد الاحتلال. نعم. وبدأت هذه النزعة الطائفية يعني تنكيلا أو انتهاكا لحقوق الإنسان في هذه المناطق، ومن ضمنها منطقة الموصل. حقيقة منطقة الموصل هي من المناطق التاريخية القديمة المعروفة عندنا، وأهل الموصل احنا نعرف كل العراقيين يعرفون أنه أهل الموصل كانوا هم جزء أساسي من تركيبة الجيش العراقي القديم. نعم. ولهذا السبب هي النقمة، لأنه الحرب الإيرانية العراقية التي طالت 8 سنوات هذه أثرت على 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 أهل الموصل، لأنه دافعوا عن كرامة العراق وعن حق العراق وعن ما أراد العراق من رد هذه المجموعة البشرية التي هجمت على العراق. وهذه النقمة تبدأ بأسلوب طائفي، والعالم يعلم أنه هذا الأسلوب. وفي مناطق الموصل دمرت من الموصل تقريبا 60% من البنية التحتية ومن المناطق. نعم. ومن المباني في الموصل. إذن هي العملية مبرمجة وهذه موجهة من قبل إيران والميليشيات، وهي التي تحكم في الموصل، هي الميليشيات التي تحكم في الموصل. يعني حينما يتكلم المحافظ عن أنه هذه الإعمار اللي بدأ في الموصل هو إعمار ترقيعي، هو محق بهذا الشيء، وإحنا نعلم هذا الشيء، لأنه حتى الأنقاض، حتى الجثث لحد الآن هي موجودة في بعض البنايات. لحد الآن إخلاء الجثث ما تم بالصيغة الصحيحة من قبل الحكومة العراقية. لهذا السبب يعني لا يوجد سبب آخر، لا يمكن نفسرها بأي سبب آخر أكثر من هو سبب طائفي. إذن هو انتقام مبيت من قبل إيران ومنظم تنفذه الحكومات بهذه الطريقة، بطريقة التجاهل والتعمد لعدم يعني إعادة الإعمار في الموصل. نعم بالتأكيد، وأنا توقعاتي وكل المحللين وكل المنظمات السياسية المنظمات الحقوقية تعلم هذا الشيء. نعم. أنه لماذا لا تبدأون بإعمار هذه المناطق المنكوبة، ولماذا لا تراعون أبناء الشعب المصلاوي الموجودين هناك الذي يعيشون في هذه المنطقة من آلاف السنين؟ يعني هل من المعقولة أنتم نسيتوا هذا، وهي ثاني أكبر محافظة في العراق؟ نعم. يعني لازم يعلموا أنه مدينة الموصل من المدن المهمة جدا في العراق، لكن في الوقت الحاضر حقيقة هي الميليشيات التي تحكم العراق، وبالإضافة إلى المناطق التي أخذت من عندها. يعني من مناطق كردستان أخذوا كثير من هذه المناطق من الموصل واحتلت وبيعت الأراضي مالها. يعني حقيقة هي انتهاكات لحقوق الإنسان وانتهاكات للشعب المصلاوي بهذه المنطقة. وفق هذه الصورة أستاذ ضياء، يعني هل يمكن التعويل على دور المنظمات الإغاثية في مساعدة النازحين في هذه الأزمات التي تعصف بهم في ظل غياب الدعم الحكومي لهم؟ حقيقة بدأت المنظمات الإنسانية يعني بعد تحريرها من داعش، وبدأت المنظمات تذهب إلى 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 إلى, إلى, إلى العراق وتبحث الأمور. اللواني كثير لاحظت حتى من الدول الأوروبية ومن ضمنها النمسا، ذهبت منظمات إغاثية للعراق لبناء المشاريع، وكانت رافضة الاتحاد الأوروبي للعلم، خلي يكون عندك وخلي يسمعوا العراقيين، 10 مليار دولار لإعمار منطقة الموصل. ولكن المنظمات الإنسانية، والمنظمات هي الإنسانية التي ترفع التقارير للحكومات مالتها، قالت لهم لا يمكن بناء مشروع في الموصل إذا هذه المجموعة السياسية تحكم العراق، قصدهم الميليشيات الموجودة التي تحكم العراق. وهذا المشروع انتهى، يعني لأنه المنظمات الإنسانية لا تريد أن تدخل
في امور تنتهك حقوق الانسان اكثر مما هي منتهكه في الوقت الحاضر. نعم، يعني لنقول أن موضوع الأعمار فيه تقصير وتعمد بهذا الإجراء، ولكن فرقة الدفاع المدني مستمرة بانتشال الجثث بعد مرور 6 سنوات على انتهاء المعارك. الجثث اليوم تشكل خطورة على صحة المواطنين في الموصل، لماذا تبقى هذه الجثث يعني تحت الأنقاض وعلى حالها وبدون أن ترفع وتدفن؟ حقيقة يعني أنا قلت من الأمر هو الأمر طائفي، الأمر انتقامي، يريدون ينتقمون من هذه المجموعة البشرية التي تسكن هذه المناطق بأي صيغة من الصيغ. وهذه تعليمات من ولاية الفقيه الذي ترسل الميليشيات لتدمير هذه المنطقة، ونحن نعلم كيف يتعاملون الميليشيات مع المواطنين في الموصل، يعني حتى تعاملهم بالطائفية، يعني معاملة الميليشيات طائفيا، كل المصلاويين يعرفون انه هذه الميليشيات تجي وتشتم بصيغة طائفية وبنعرة طائفية. اذا هو البرنامج يعني برنامج موجود على هذه الاساس، يعني كونوا هذه المجموعة البشرية لانتهاك حقوق الانسان، والحكومة العراقية يعني تجرد نفسها من هذا الموضوع، وهي أكثر ضلعا في هذه، لأن الحكومة العراقية لو تراد أن تبحث هذا الأمر وتنقذ الجثث وتعمل إعمار في هذه المناطق ممكن أن تعملها. العراق ليس قاصرا بإنقاذ محافظة من محافظات العراق، وهي محافظة مهمة من محافظات العراق. طيب، ولكن الحكومة العراقية هي ليست مكتوفة الأيدي، هي ترى ولا تعمل. طيب، الحكومة العراقية أو الحكومة المركزية ترى ولا تعمل، ولكن ماذا عن الحكومات المحلية، الحكومة المحلية في الموصل؟ يعني هناك مساعدات دولية جاءت إلى الموصل وحصلت عليها ولم يتم الإعمار، يعني من الجهة التي ممكن أن تحاسب على عدم الإعمار بعد يعني دخول الأموال لغرض إعادة الإعمار والمساعدات؟ الحقيقة هي مثل يعني الأمر هو سرقة أموال، سرقة الأموال، وهذه المعونات التي تصل إلى المناطق المنكوبة لا تصل إلى المواطنين، وإنما تصل إلى المؤسسات الحكومية، والمؤسسات الحكومية التي تشرف على هذه المؤسسات هي الميليشيات، والميليشيات هي طائفية تسرق هذه الأموال وتسرق حتى المواد الغذائية. يعني حقيقة الأمر معقد جدا، لأنه هذه المؤسسات هي متشابكة مع بعض، يعني أكو فيها أيضا ناس من موظفين في المحافظة هم مشاركين بالعملية الإجرامية الموجودة التي تتخذها الحكومة العراقية والميليشيات. طيب، في جانب آخر محافظ نينوى يقول أنه ملف سنجار خارج إرادة السلطات في المحافظة، وأن 80% من سكان القضاء ممنوعون من العودة، ما هي الخيارات المتبقية لهؤلاء النازحين؟ يعني 20% فقط موجود و80% أعداد كبيرة لا تستطيع الرجوع إلى سنجار. سنجار هي المناطق اللي أغلبت سكنة هذه المناطق هم أكراد، وكثير من عندهم من اليزيديين، يعني الأغلبية سكنة هي اليزيديين. حقيقة تم الاستيلاء على أملاكهم، وتم الاستيلاء على بيوتهم، وسكنوا مكانهم الأكراد الأتراك في هذه المكانات، وإحنا نعلم جيدا وحتى الأسماء الموجودة من يسكن في أي بيت، هذه عندنا معلومة، لكن المعلومات اللي هي الحكومة العراقية لا تتخذ هذا الأمر يعني مراعاة إلى هذه الوضعية السياسية الشائكة الموجودة، لا يريدون يصطدمون بالحكومة، حكومة كردستان والحكومة العراقية تغض النظر عن هؤلاء المواطنين، لأن الحكومة العراقية ملتهية بالسرقة حقيقة، يعني لا تريد فتح المجال أو فتح كل المجال للعودة إلى المواطنين الأصليين، وهذه مو يعني لا يمكن، يعني مو صعوبة للحكومة العراقية أنه تعرف هذا الساكن في هذا المكان هذا ليست من هذه المنطقة، بس الحكومة تتجاهل كل هذا الشيء وتعمل بعكس ما يريدوه المواطنين الموجودين في منطقة سنجار. من فيينا أمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان في النمسا الأستاذ ضياء الشمري، شكرا جزيلا لحضوركم معنا.